خادم الحرمين الشريفين الأخ جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس القمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تؤكد دولة فلسطين إدانتها الشديدة للاعتداءات التي تعرضت لها المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، والاعتداءات التي تعرضت لها السفن في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. إن موقفنا ثابت مع جميع الأشقاء العرب، فأمننا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا نقبل التهديد لأي دولة عربية من أي جهة كانت. إننا نثمن عالياً قرارات القمة العربية في تونس في شهر آذار 2019، وقرارات القمة العربية في الظهران في نيسان 2018 في قمة القدس، والتي أكدت رفضها لجميع قرارات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن والاستيطان، وثباتها على مبادرة السلام العربية دون تغيير، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين، استناداً للقرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية كما اعتمدت، والإفراج عن الأسرى كافة. وفي هذا المجال أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأمريكية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن، وهنا إسقاط مبدأ الدولتين على حدود 67 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام. سبق أن طلبنا أيها السيدات والسادة، وقررت القمم العربية السابقة شبكة أمان مالية لمساعدتنا في مواجهة الحصار الأمريكي والإسرائيلي المفروض عليها، ونشكر من لبى هذا الطلب، ونأمل من الإخوة الآخرين الاستجابة. إن دولة فلسطين التي أعلنت رفضها المطلق لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام، تؤكد بأننا لن نشارك في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في المنام. نأمل صاحب الجلالة إننا نأمل أن يتضمن البيان الختامي للقمة الفقرة التالية بشأن القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى. تؤكد القمة العربية الطارئة على تمسكها بقرارات القمة العربية التي عقدت في الظهران قمة القدس في إبريل 2018، وقرارات قمة العربية في تونس في آذار 2019. وأخيرا، فإننا نتقدم يا صاحب الجلالة بالشكر والامتنان لجلالتكم على الكلمة الطيبة الرائعة التي تقدمتم بها هذه الليلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.